اوكي، فيديو اليوم بنفطر ونتغدى ونتعشى من البقالة اليابانية. قد سويت فيديو زي كذا قبل، بس هذه المرة بحاول اجرب اشياء ما جربتها في المرة اللي فاتت، زائد بنجرب بقالات ثانية. ذيك المرة كل الاشياء اخذتها من 7-11، بس هنا في لاوسن وفي فاميلي مارت بعد. المهم يعني ترى هذا مو تحدي، هذه حياتنا اليومية. اوكي صراحة ما ادري ايش اخذ، بس بحاول اجرب اشياء ما جربتها في المرة اللي فاتت. ايش بتاخذين؟ تاماغياكي ساندو. اوكي، ما هي زي هذيك الثانية، شوف في نوعين. هذا يجي بيض مسلوق ويحطوا معاه مايونيز واشياء. هذه تاماغياكي، تعرفوا اللي يجي كذا ملفوف، بحط لكم صورته، حاطينه جوا الساندويتش. اوكي، اول مره ترى اشوف بيض تاماغو ساندو. هذا اول مره اشوفه. في اشياء ترى تجي ميكس، يعني مثلا واحد بيض واحد مرتدله، بس هذا ما هي حلال، فعشان كذا ما نقدر ناخذها. تذكروا هذا الترند حق الفراوله، سعره 350 ين. اوكي، قررنا نغير السوبر ماركت، بنروح 7-11 وفاميلي مارت. وصلنا 7-11، حصلنا بودينج بروتين مكتوب عليه فيجن. اوكي، عندهم بعد سموذيات، هذا ما ادري ايش، خضار مع فواكه ظاهر. هذا بالفراوله، وفي بالمانجا. المانجا ممكن يكون اكثر شيء يحمس. وهذا توت باليوغرت. لا شكرا. شوفوا حاطين هذه انه اللحظات اللي فيها ذكريات رهيبه في كونان، يعني سوى لها اعاده رسم. اشتروا هذه البطاقه، سعرها 650 ين، ويطلع لكم رقم ABCDEF وGHI. المهم واحد من هذه الاشياء وتاخذوها. في ميداليات، في العاب، في صور. واضح ماخذين الموضوع بجدية، جايين نشوف فاميلي مارت ايش فيك. خلاص خذوا اي شيء واطفحوا، بس انا لا طبعا. ما ادري، بس البيض اللي كذا شكله مرة ما يشجع انه الواحد ياكله. هذه نص مطبوخة، ما ادري، حتى ذا احس ما يشجع الواحد ياكله. ايش هذا، بيض كذا في موية؟ الله يكرم النعمة، لو بيضة مو بقشرتها ما اكلها. الحين مسويين زي موسم الفراولة، فحرفيا في منتجات كثيرة. هذا كريب، هذه ما ادري ايش حلا. في هنا بعد، وينهم؟ هذه ما ادري، يمكن زي البانكيك محشيه، برضو فيها فراوله. اوكي خلاص قررت، باخذ من هذه المان. هي في انواع باللحم، باخذ بالبيتزا. البيتزا هي زي العجينه كذا وتكون محشيه في الداخل. هذا طبعا باللحم ما راح اخذها، باخذ هذه اللي بالبيتزا. كل السوبر ماركتات تبيعها الثلاثه، لكن حقت فاميلي مارت و 7-11 حلال، اما حقت لاوسن ما هي حلال، فيها جيلاتين الظاهر. فهذا من 7-11 باخذ البيزا مان. اوكي يار اخذت سموذي، فبتسوي في هذه الاله كانه اعشاب مخلوطه. بس يلا. طبعا هايدي جايب مظله، وباخذ اناناس كسناك. اوكي اجرب هذه، اقول لكم وش هذه في البيت. واتوقع انكم لاحظتوا انه صوتي حق ابي بنديل، فباخذ هذا الفيتامين سي. دائما اخذ هذا، طعمه كويس. اريغاتا. اوكي بنوريكم الجبنه. اول شيء اللي هي هذه البيزا مان، اخذتها من 7-11، اتوقع قد شفتوها في الانمي، طلعت حتى في هاي كيو. ثاني شيء اللي هو هذه زي الفطيره بالريد بينز، اللي هي الفاصوليا الحمراء. اوكي شوف، الفاصوليا الحمراء مو اي مكان يسويها لذيذه، فان شاء الله ان تطلع لذيذه ما يطلع مقلب. اللي بعده اخذت اناناس مقطع سناك، والفيتامين سي. هذا الفيتامين سي كانه مياه غازيه على الفيتامين سي. اخر شيء جبت هذه عشان نجرب حظنا مع فقرات كونان، اللي هي بيضه الشوكولاه لكونان. انا الجبس اللي وريتكم اياه هذا اللي دائما يطلع في الانمي، تاماغوياكي الساندويتش، اول مره اشوفه في الكومبيني واحسه مره لذيذ. اتوقع هذا الخبز اكثر خبز طلع في الانميات، بالتونه سلد. في حلا لقيت هذا عشان موسم الفراوله الحين، فطلعوا اتوقع هذا دايف كوك وجوته الريد بينز بعد. احس انه لذيذ وبجربه. واخرتها انا نفس الغد لازم موسم الزكام. اوريكم البيزا مان من الداخل. ما تنمط. هي بيتزا، يعني صوص الطماطم مع جبنه. شوفوا هي كذا عجينتها من الداخل، ما اعرف كيف اوصفها، بس انها يسووها بالبخار تقريبا كذا. كان يحافظون على الشكل الخارجي، حتى في طبقه بلاستيك داخليه. صراحه مره لذيذه، طعم المايونيز فيها اخف من المايونيز اللي في الاونيجري. في نوع من هذا المن يكون بالريد بينز بعد، جربته مره وصراحه انا مره عجبني، بس هم ياكلوه مره يعجبهم. فهذا بعد اتوقع انه ما كان حلال، ما كان في شيء حقه، فيه له فيتامينات زياده من شو وضعه عشان البشره، ما يهم، اهم شيء فيتامين سي. تعرفوا رغيف الخبز، رغيف الخبز العجيب ذاك، ما ادري رغيف الخبز، المهم ذاك البطل اللي وجهه كانه خبزه، شكل غريب فهيا نرى. هذا هو اللي هو الامبان، سوينا الشخصيه على اساس انه هو هذه الخبزه. انه هو صراحه ما اتوقع حيشهيكم، بس الأمانة طعمه حلو عادي. ريد بينز وخبز عادية، هذه تقريبا حلو والله، لذيذ حقهم، بس يعني تعتبر حالية، إذا ما تبغوا شيء حالي لا تاخذوه، بس لذيذ. الحين بجرب معكم هذا التاماغوياكي اللي بلشتكم فيه، بجرب واحدة أكلها بدون تسخين وواحدة بتسخين، شي إنها تلمع. عجب يا جماعة،
بيض بسكر. هو أصلاً تمن قياس كبير. شو قتيلي كم ما شريته؟ ما تدرين. ما أدرين. هو أصلاً بالسكر تمن قياس. الله يعين. وأنا كنت متحمسة وقلت دخلت عالم الأنمي. هذا أقرب مخرج من عالم الأنمي. قاعدة أكل عن الحلال والحرام. تغصب الله يهدي يا أبو هيا. إذا ما تعرف التمر يقولك يتسوى في طاوة تكون كذا مربع طيب، يحطوا بيض يكون معاه سكر هو في الأساس حالي، بعدين يقلبوه كذا يقلبوه، المهم إنه يسووه كذا مصفط يكون كأنه بيض ملفوف في النهاية. فهينا مسوينه نفسه بس حاطينه داخل خبزة. لا وجه كاتبين سخني يطلع لذيذ. لا سخن ولا ما أصلا. جربي سخني. راح تزخنه تقول يمكن حالك بالخرج على الترميم ما تأكل. يلا ربي ربي ما في ربي ربي باخذ وصلة صغيرة بس هذه حرفيا. انا اعرف انه مو لذيذ واعرف طعمه وقيت جربته قبل كذا عشان كذا قلت لي انه مو لذيذ. انا ما عجبني بس في ناس ياكلوه. انا بجرب مع تعاون على البر والتقوى بس اسوء والله. يوم سخنته زاد الحلا. اوكي بتغير طعم البيض بالسموذي. لونه اخضر بزياده بس طعمها يشبه الاناناس اكثر. كانه ملوخيه. المهم بجرب الاناناس. يعني هو اناناس عادي بس شيء حلو انهم حاطين داخله ملعقه غايصة تحت. هذه هي أناناس مقطع حق العجازين. حلو والله طعم كويس الأناناس. حالي شوية بس طبعا حلال الأناناس ما هم حاطين معاه شيء. الحمد لله في النهاية أكافئ نفسي بالدايف كود. استاهل جائزة أني كملت اللي قبل شوي. بيض بالسكر أسوأ بيض أكلته في حياتي. استغفر الله. جماعة هذا شكله من جوا الفراولة مع الريد بينز طعمها مرة مرة لذيذ والموتشي جدا جدا لذيذ. يا جماعة لا يغركم ترى نقول لكم من هذا فطور. الحين الساعة 2 بس المهم بنجرب الحين حقت كونان هذه. شوف الشخصيات الموجودة في هذولي اللي هم فرقة المتحرين الصغار بملابس تحري، وفي هذه الشخصيات العادية. صراحة أنا ودي في هانزا وسان، ممكن أكايا باربون، في شخصيات كثير صراحة رهيبة في أنمي كونان أو كونان هايبر بعد هذه. يارب يطلع لي كونان أو هايبر بس حس إنه بيطلع لي هذا. قلت أنا حس أنه قبل فترة طلع إشاعة أنه قلت رئيس المنظمة هذا. ليه تمشد حالة بتقيل شوي. هذا هو الباكيجينج طبعا مره كوي. انا ابغى اكاي. انا ابي كونان ولا شينشي ولا هانزا وسان ولا هايبر. اختاري واحد اوسع مداركي. اوكي نجرب الشوكولاته اول. شوفوا كيف يا جماعه انا انسانه محترمه سويت صحن من الورقه حطيت فيه كل الشوكولاته. شوفوا يارا. صراحه انا قد قلتها قبل لذيذ الشوكولاته حقتهم. يلا نشوف من جانا 1 2 3. جاني أكاي. خلص جاني نفس اللي توقعت. جاني أكاي. من جاك؟ اقلع ابو حظك. جين اكرههم يجوني. اوكي هذا حقي أكاي وهي جاها جين. اهم شيء ما ركبته زي الناس. اما هذه قصة اي اجل ايش حاطه جاها من الجنب. الله يشفيك. المهم هذا اللي طلع لنا. صراحة طلعت لنا شخصيات رهيبة. اهم شيء ما طلع لنا قنتا. اوكي الحين الساعة 7 الا تقريبا بناخذ الغداء والعشاء سوا وناكله وقت ما ناكله. انا صراحه ما راح اطلع مره ثانيه مره الجو بارد. كنا بناخذ شوربه ميسو بس الظاهر انه فيها كحول فنسوي لها سكيب. اوكي في الفيديو اللي قبل كثير قالوا لي ليش ما صورتي رامن بس انه اغلبها اصلا حرام. هذه شرب. اوكي في رامن اظن في الجهه الثانيه. النودلز اغلبها ما هي حلال. حتى ذاك الكوري الحار ما هو موجود في الكومباني ينباع في المحلات الثانيه لكن في واحد حلال اللي هو هذا اللي هنا في منه بعد كب بس ما هو موجود هنا. يسوي منه كب هذا حلال بس انه حار. اذا ما يعجبكم الاكل الحار لا تجربوه بس انه لذيذ صراحه وسبايس فيه رهيبه. اوكي جتني فكره بسوي فرايد رايس بهذا. حناخذ النودلز هذا الكوري باخذ هذا الرز. هذا رز جاهز مطبوخ بس تحموه اذا تبغوا تحموه وتاكلوه كذا. اوكي واتذكر في انمي تينكينوكو استخدموا هذا الشيبس وحطوه بعد على الفرايد رايس فشكله نحط شيبس عليه بعد. اوكي يارا تقول انه هذا مشروب جينجر كويس للزكام. مكتوب انه للزكام وللسخونه وكذا فباخذه وبشربه لعل وعسى بكره يروح الزكام. اوكي بنسوي بعد مشروب ميكس كذا فعاليات. ناخذ الفانتا جريب هذا. ناخذ هذه كاسات ثلج. هذا اللي فوق حقه القهوه بس هذه العاديه. اوكي وبنحط عليه هذا. هو لذيذ بس ما ادري صراحه اذا حيكون ميكس كويس مع الفانتا بس نجرب ليش لا. اول مره في حياتي الاقي قمي حلال في السوبر ماركت او في الكومباني. يعني في بعض المحلات تجيب اشياء مستورده بس في السوبر ماركت لا مكتوب عليه حلال بس ما في الا بالبيض. وين الكولا وين الدبب هذيك وين الكرز. اوكي اول شيء حنسوي الفرايد رايس. طلع البهارات هذه خليها على جنب كسره هو في الداخل حطه بعد ما تفتت بعدين نحط عليه مويه نشغل النار
هذا الرز حق الميكرويف، عبل ما يسوي هذا بنسخن شوي في الميكرويف، بعدين بنحطه على النودلز. نحط عليه الرز بعد ما حملناه في الميكرويف. هذه اللمسة السحرية، البهارات حقتها لذيذة مرة. سنة حارة، نحط الشيبس بس بنحط شوية منه صراحة، هذا مرة كثير، الكيس كبير. وجبنة إضافة ثانية اللي هي هذه الجبنة، صراحة شكله مرة شهي. جبنة كيمتشي اللي هو مخلل ملفوف، هذا كوري بس انه لذيذ صراحة، مرة حلو، حس بيطلع لذيذ مع الفرايد رايس. وجبنا سلمون طبعا عشان البروتين بس. طب نسوي المشروب حقنا المكس، يلا طبعا اول شيء حنجرب الفرايد رايس. بسم الله يا جماعة، مرة لذيذ، الحمد لله تعويض بعد بيض الصبح. والله طعمه رهيب صراحة، لذيذ حلو، حتى حرارته لذيذة، كل شيء لذيذ الصراحة. بس أنا مستغربة شيء، البطاطس وين راح؟ يعني ماني حاسة بقرمشة، ما أدري شكله ذاب، حاسة ذاب في كذا نكهة نوري، لأن الشيبس اللي حطيناه كان بالنوري. أوكي هنجرب السمك إن شاء الله يطلع لذيذ. والله الصراحة طعمه رهيب، يعني حتى لو تاكلوا مثلا هذا وتاخذوه مع رز حيطلع رهيب مرة. هنجرب المشروب، والله يجي منه في له طعم الفانتا، بس إنه صار كأنه مخفف شوية مع العصير الثاني، بس لذيذ للأمانة. طعم الفانتا طاغي أكثر من الجنجر. أوكي بنجرب الكيمتشي، بحط لك أول. صديق وقت الضيق، والله أحس بيطلع مرة رهيب لذيذ، بس صراحة أفضل الفرايد رايس لحاله بدون كيمتشي، نعطي كذا لذعة حرارة على خل. أوكي هذه المرة راح نسوي أمبوكسينج لويفر جوجو، هذه طبعا كانت حقة الجزء الثاني. أوكي أنا أبغى هذا اللي هو جوترو. بسم الله، الله يقل العدل، الشخصية انا تعليها. بقول لك شغلة، تعرفي هذا شو اسمه؟ جوجو. لا هذا اللي في النص، ما ادري، محمد عبد. اما محمد عبد. اوكي بجرب هذا حق الزنجبيل، ان شاء الله ما يطلع طعمه خايس. شوف الحجم، كل ما صغر حجمه خاف منه، كل ما زاد تركيزه. الله يستر، يعني ريحته عاديه، طعمه الدواء الابيض بس مخلوط مع شيء ثاني كذا مخفف. المهم ما هو سيء لدرجه اني راح اطرش، عادي حشربه كامل، بس ما هو لذيذ. اوكي يا جماعه، كيف صارحكم اننا اشترينا اشياء العشاء وما تعشينا؟ فاليوم هو اليوم الثاني، بناكل نفس الاغراض اللي شريناها امس. طيب اول شيء اخذنا شوربه الميسو، هذه بالخضار، في انواع فيها مدريش كحول، مدريش كان فيها خنزير، المهم هذه ما فيها الاخضار. ثاني شيء اللي هي الياكي سوبا، هذه الاكله نفس اللي يحبها كابامارو، هذاك حق نينجا 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 بطلون محبوب. نينجا 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 بطلون محبوب، اتوقع اني ما قد جربت هذا النوع، اتوقع اني ما قد جربتها. اوكي واخذنا اونيجيري، هذا بالتونه، وهذا بالما ادري ايش هذا صراحه، وجبنا هذه عصير تقريبا في ميكس فواكه مع بعض، هذا حلو صراحه لذيذ. وانا جبت لي هذه شوربه ميسو بس بنها بالاعشاب البحريه، اول مره اجربها معكم. طيب انا حقتي هذه مسويها، هي بتسوي هذه جا معاها وحكي انت طبعا، جا معاها 5 اضرب طبعا، بستخدم واحده بس، كانه كل عصافير. الله اوه ماي جاد، انا حمس ابدا، يعني حرفيا كانه كل عصافير. انا حقي اخضر، ما يبان منه شيء، كانه ملوخيه. اوه ماي جاد، ريحتها خايسه، ريحتها بحر اكيد، بالاعشاب مدري بالطحالب. اوكي يعني شكلها مقبول، ماشي الحال، حقتك مقبوله، حقتي انا ملوخيه. ما حد قال لك تاخذين بالطحالب. بسم الله، هذا بعلف انا. اوكي كويسه، يجي منها الصدق، الشكل ما يحمس بس طعم عادي يجي منه، نفس الميسو حقت المحلات عادي. هي صراحه حاره مره، بخليها شويه تبرد، مسوي على بالها الياكي سوبا. هاي طبعا نودلز، يمكن احسن انواع النودلز الموجوده من الاودن وهذه الاشياء، افضل السوبا. انه مكتوب طريقه التحضير، نحط هذا بس معاها باقي الاشياء بعدين. قبل ما تخلص الياكي سوبا قررنا نفتح الاونيجيري. طبعا هو ليه طريقه فتح مختلفه كذا، انكم تسحبوا فين رقم واحد، تسحبوا رقم واحد هذا المكتوب فوق للنهايه، بعدين رقم 2، بعدين 3، وتصير كذا الاونيجيري مغلفه بالنوري، لكن انا ما احب النوري فنفتحها بطريقتي الخاصه. والله شكله ما يشجع، الله يستر، الله يستر عليك، انا حقي عارفه وش بيجيني، اول مره اجرب الصراحه. اوكي شايفين هذه ورقه النوري، لو فتحتها بطريقتهم المفروض تتلف حول الاونيجيري، بس انا ما احبها صراحه، فاشيلها واكل الاونيجيري كذا رز مع تونه مع مايونيز بس. يلا يجي منه والله،
طلع طعمه لذيذ نفس السلمون اللي أمس أكلناه. السلمون اللي جوه مرة لذيذ مشوي، طعمه الصراحة طالع مرة حلو مع الرز وما في طعم مايونيز. هو صراحة لو يقللوا مايونيز في هذه حيكون طعمه مرة رهيب. سلام يصلحهم، ما أدري شو في الحياة. أوكي نادي مرت عليها 3 دقائق، الحين المفروض نكب الموية بعدين نحط البهارات هذه. هم حاطين من هنا هذه الفتحة نفتحها فيصير يعني كأنه مصفاة موجودة في نفس العلبة. أكب الموية وأجيكم. الحين نحط باقي البهارات. أوكي هذا الأشياء الخضراء شكلها ما يحمس. الريحة بدأت تصير غريبة. بسم الله. يجي منها. أوكي مو أحسن شيء بس طعمه كويس والله. لو انغصبت عليها باكلها. يعني عادي ممكن أجربها مرة ثانية. إذا ما لقيت خيارات ممكن أجربها عادي. آخر شيء بنسوي أنبوكسينج لي ويفر ون بيس. أغلب الشخصيات اللي مكتوبة ورا تقريبا طالعين في أرك وانو، وأتوقع إنه حتى ستايل الكاركتر أو إنها هتكون صور من أرك وانو. غريب وش بيدوه وش هذا؟ طلع لي طلع لي نيكو روبين. الله يقر في العدل. إيش دائما تطلع لي شخصيات خايسة؟ طيب هذا مونونوسكي ومع شو اسمه ياماتو. بس أنا أحسبه هذا مو ويفر طلع يضحك شكله تشيبس حلو والله. تنتظرني أجوب؟ لا ما أتوقع في سيزونيك، ما في شيء حرام، لا ما في شوفي ما في شيء زي الفشفاش تقريبا بس متماسك أكثر من الفشفاش. الفشفاش أخف لذيذ مرة بس مزيت مرة. ما أنا استغربت شفت هذه قلت ما أدري وش هو ذا، توقعت ويفر لأني ما شفت ما قرأت عليه بس أخذنا. المهم إذا عجبكم الفيديو أعطوا لايك واشتركوا في القناة، وإذا تبغون نسوي جزء ثاني من أكلات الكومباني اكتبوا لنا في الكومنتات. ما تاني.